الجهاز الفني طبعا ساعة ما رجعنا من المغرب ادى يوم واحد اجازة، وبعدين انتظموا في التمرين لفترتين والفترة واحدة، وعمل ثلاث مباريات ودية النهاردة مع ملك كفر الزيات، يوم 3/9 مع طنطا، يوم 6/9 مع الداخلية، استعدادا طبعا لمباراة الهلال. طبعا احنا يمكن فرصتنا بقت منعدمة في افريقيا، ولكن ماتش هنلعبه، بنجهز نفسنا لماتش الزمالك. هيبقى تحضير لماتش الزمالك يوم اعتقد يا 16 يا 17، لسه ما جناش حاجه من الاتحاديه. في لعيبه جت كويسه اضافه للفرقه، وان شاء الله مستعدين للدوري السنه دي بشكل تاني ان شاء الله، غير السنه اللي فاتت بس فنشنا عاشر، فالسنه دي مركزين ان شاء الله في الدوري، واللي يا رب اللعيبه تكون اضافه لينا ان شاء الله مع اللعيبه الموجوده ان شاء الله. طبعا سكن كابتن محمد والبشمهندس كمان بثق فيا وفي النادي، وانا من ابناء النادي والحمد لله يا كابتن محمد بثق فيا، وان شاء الله مكمل السنه دي مع سموحه ان شاء الله باذن الله، واتمنى التوفيق للعيبه اللي مشت ان شاء الله باذن الله. الحمد لله، دي يعتبر ثالث نادي في اسكندريه هنا. طبعا النادي اللي تربيت فيه نادي الحرس، قعدت فيه 9 سنين وكان ليه فضل عليا كبير. نادي الاتحاد النادي الجماهيري طبعا كبير، كان شرف لي ان انا كنت فيه سنتين وعملنا فيه نتائج طيبه. بالاضافه السنه دي ان شاء الله النادي سموحه فيه امكانيات كويسه، اداره محترمه، جهاز فني على اعلى مستوى. ان شاء الله بالمجموعه الموجوده والمجموعه اللي جات والمجموعه القديمه نقدر نعمل حاجه للنادي ده، ان النادي ده بكل الامكانيات دي مش نازل غير بطوله، واغلبيه اللعيبه جايه هنا عندها حافز وعندها طموح ان شاء الله نقدر نعمل حاجه لنادي سموحه. الحمد لله سليم، وبس هو الكابتن مريح الناس اللي هي اللي كانت بتشارك باستمرار في طول الموسم، ما خدناش راحه بقالنا فتره كبيره. انت عارف اول مره نشارك في ثلاث بطولات كبار، يعني كاس مصر وبطوله افريقيا والدوري العام. الحمد لله خلصنا بطوله افريقيا، يعني ما فيش نصيب ان احنا نكمل في البطوله. الحمد لله عملنا اداء كويس وشرفنا تقريبا يعني مصر كأول مشاركة لنا في البطولة، فإن شاء الله بإذن الله تكون اكتسبنا خبرة واكتسبنا ثقة واكتسبنا كل حاجة في البطولة دي، وإن شاء الله نقدر إن احنا السنة الجاية أو إن احنا ندخل تاني، وربنا يكرم بإذن الله. طبعا الحمد لله اللعبة كلها مركزة في ماتش الكاس، عندنا ماتش الكاس طبعا ماتش مهم جدا مع نادي الزمالك في قبل النهائي، فربنا يكرمنا ونعمل جيم كويس معاهم ونحاول ان احنا نوصل للفاينل ان شاء الله. لا والله ده قعد فترة كبيرة، ده من بدري اصلا، يعني النادي هنا بعت من شهر واحد يمكن، والمفاوضات قعدت كتير قوي من الاندية، بس كان الاختيار يعني سموحة، يعني سموحة نادي سموحة نادي كبير وكده، وهو كان الاختيار يعني، وان شاء الله ربنا يكرم في الفترة الجاية نعمل حاجة في ماتش الزمالك الجاي دوت، وربنا يكرم ان شاء الله. احنا في بداية موسم وهم يعني يعتبر هم الفرقه هنا لحمه موسم وداخل موسم، و15 لعيب تغيير، 15 لعيب ده بياخد وقت بس الانسجام، هياخد وقت بس لسه الدوري في شهر 10 والماتشات وكده والحاجات دي، وان شاء الله يعني نبقى نعمل حاجه السنه دي وناخد مركز كده ان شاء الله باذن الله. اكيد يعني مباراه دور قبل النهائي ده مهمه لينا، كل واحد فينا جاي نادي سموحه عايز يعمل حاجه، احنا جايين الفرقه طبعا فرقه محترمه، جهاز فني محترم، جايين ناويين ان شاء الله نعمل حاجه في ماتش الزمالك ان شاء الله، يبقى ماتش
ماتش كويس لينا يعني، وتكون بدايه قويه لينا يعني. اكيد ماتش الزمالك ماتش صعب، بس اكيد احنا بنعمل بدانا ماتشات وديه مع الكابتن محمد، عندنا اكتر من ماتش ودي ان شاء الله يحصل في انسجام، والفرقه يعني زي ما انت شايف كده في انسجام يعني، هياخد وقت ماتش او اتنين بالكتير ثلاثه، الكابتن عمل لنا ماتشات وديه كتير، فان شاء الله يكون الانسجام جه في ماتش الزمالك ان شاء الله، يكون ماتش قوي باذن الله، يكون مكسب لينا ان شاء الله يعني. والله الحمد لله بتمرن مع مجموعه لعيبه محترمه، ما تفرقش عن لعيبه اي لعيبه في مصر ان شاء الله، بتمنى ان شاء الله السنه دي يكون في توفيق ان شاء الله لفريق سموحه، لعيبه كلها دوري ممتاز، كلهم منتخب مصر ان شاء الله، يبقى فرقه كويسه ان شاء الله وننافس السنه دي ان شاء الله. كان في كلام ان انا مش هشارك وكده، بس لسه لحد دلوقتي، بس ان شاء الله انا مركز وبتمرن مع فريق سموحه، وان شاء الله مركزين ان شاء الله في الماتش الجاي، وربنا يكرمنا فيه ان شاء الله. اكيد طبعا انا كنت ممكن اقعد في الزمالك السنه دي، بس انا خدت رغبه، خدت قرار ان انا هطلع اعاره، عشان محتاج ان انا افوق في زي ما بيقولوا في الكوره، ان انا افوق نفسي. كانش في توفيق في نادي الزمالك، ان شاء الله يبقى في توفيق في سموحه ان شاء الله. الفتره زي ما انت قلت طبعا عندنا اخر مباراه لينا في دوري المجموعات مع الهلال، رغم طبعا ان احنا يعني فقدنا الامل او ما لناش امل في الصعود او التاهل من دوري المجموعات، ان طبعا المباراه هناخدها ماخذ الجد، وهتبقى استعداد لينا كويس قوي لمباراه الزمالك دي حاجه. تاني حاجه طبعا ان احنا يعني عندنا رغبه شديده جدا ان احنا ننهي حتى المسيره بتاعتنا بالنسبه لبطوله افريقيا السنه دي بفوز ان شاء الله، فمن هنا طبعا جاي اهميه المباراه، وبنجهز برضو في نفس الوقت لمباراه الزمالك ان شاء الله يوم 17. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم مباراه كويسه. المباراه الوديه اللي احنا عاملينها برنامج متكامل لمده 16 يوم ان شاء الله يفرز عن فورمه كويسه بالنسبه لنا ان شاء الله في المباراه اللي جايه. لا هو طبعا احنا بيجينا بعض اللاعبين نجربهم، خصوصا المواليد 95، في نفس الوقت لما بيجينا لعيب، لان احنا لسه انت عارف طبعا احنا في فتره قيد وعندنا استبدال، ممكن يحصل استبدال وعندنا لسه في ممكن مكان نقدر نضيف ليه، فبالتالي طبعا انما الشكل الاساسي او الاطار الاساسي طبعا باين، بس لما بيجي لنا حد او حاجه لازم نشوفه، او بيبقى مثلا ترشيح من بره لعيب افريقي بتاع بنشوفه يعني. احنا اتكلمنا او ضمينا 12 لاعب، بس لل 12 من اصل 27 او 28 كانوا موجودين. فاللي انا عايز اقوله ان طبعا محتاجه وقت، وهي جايه في نهايه موسم، اشتغلنا بالاسماعيلي او اشتغلنا في مباراه الاسماعيلي في الكاس بجزء زي اسلام محارب وزي خالد قمر وزي محمود السيد وزي تمساح وزي ايضا محمود عزت، كل الاسامي دي طبعا دخلت، محتاجه وقت زي ما انت بتقول، محتاجه، عشان كده احنا عاملين ماتشات وديه على اساس يحصل انسجام ويحصل يعني عارف برضو لما بيتمرنوا مع بعض ويلعبوا مع بعض ماتشات وديه، رغم انهم عارفين بعض من الدوري من الفرق المختلفه، لكن لما بيلعبوا جنب بعض بيختلف. فبنتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نكسب الوقت ده ونوصل بالانسجام ده ان شاء الله يبقى على مباراه الزمالك ان شاء الله.